أنت الذي منح سلامه بكلامه.
ترميما جديدا لانه صنع عجائب اذ صرفه صرفته يمينه وذراعه مفلسا اعان الرب صرفه وكشف اسلام الامم عزه ذكر نعمته وحقه لبيت اسرائيل وجميع اقاصي الارض اضافا الى الههم هللوا للرب يا كل الارض اطلبوا وابتهجوا ورددوا رددوا للرب بالعود بالعود وصوت التزمير بالقرون وصوت البوق هللوا قدام الرب الملك ليجلب البحر وامتلاءه من يسار السافلون فيها لتصفق الانهار بالكفوف معا والترنم بل في الروح
لأن روح الله حال فيكم، ومن لم يكن فيه روح المسيح فهو من خاصته، فما هو من خاصته؟ وإذا كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب من الخطيئة، ولكن روح حياكم بسبب من البر. فإذا كان الروح الذي أقام يسوع من بين الأموات حالا فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يحيي أيضا أجسادكم الفانية بروحه الحال فيكم وروح موت.
به وبه تحيون وبأي كلام بشرتم إن كنتم تذكرون إلا أن تكونوا آمنتم باطلا لأني سلمت إليكم أولا كما تسلمتم. إن المسيح مات من أجلي خطايانا كما هو مكتوب، وإنه قبر وقام في اليوم الثالث كما هو مكتوب وتراءى لتطرق وبعده لأحد عشر، ومن بعدهم تراءى لأكثر من 500 أخ معا، منهم من إلى الآن وما زالوا منهم عن رقب، ومن بعد هؤلاء تراءى ليعقوب، ومن بعده جميعهم، وفي آخر الجميع تراءى لي أيضا كما استطعت. أنا أسمع الروح ومن لا أستحق أن أدعي ربنا، لأني افترضت كنيسة الله فهي نعمة من الله، قد شئت ما شئت، ونعمته التي هي فيها لم تكن باطلة، بل تجاهدت أكثر منهم جميعا، ولست أنا، بل نعمة الله التي هي معي، ولا سواء أنا أم هم. وهكذا ينادي وهكذا آمنت، وإن كان ينادي أن المسيح قام من بين الأموات فكيف يكون بينكم أناس يقولون لا قيامة للأموات؟ فإن كان لا قيامة للأموات فالمسيح أيضا لم يقم، وإن كان المسيح قد يقم فتفسيرنا بلا باطل وإيمانكم باطل أيضا، وتكون نحن أيضا شهودا كذبة لله، لأننا شهدنا الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه، فإذا كان الموتى لا يقوم فالمسيح لم يقم، وإن كان المسيح لم يقم فإيمانكم باطل، وأنتم إلى الآن ما زلتم في خطاياكم، ولعل الذين رقدوا بالمسيح هلكوا. وإن كنا من المسيح في هذه الدنيا وحسن فنحن أضعف منا جميعا، وإلا فما يصنع الذين يعتمدون لأجلس الأموات؟ فإن كان الأموات لا يقومون فلماذا لأجل الأموات يعتمدون؟ ونحن أيضا لماذا نقيم على الخطر كل حين؟ أقسم يا إخوتي بما لي من الفخر بكم في ربنا يسوع المسيح إني أذوق الموت كل يوم، فإن كنت ألقيت للسباع في أرضيك كما يلقى الناس فأي نفع لي إن كان الأموات لا يقومون؟ فلنأكل ولنشرب، فأنا غدا سنقول فلا تظلموا، إن العشرة الرديئة يفسد النية السليمة الضعف. آمين.
إذ طلعت الشمس قائلات في أنفسهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر ونظرنا فرأينا الحجر قد دحرج وكان كبيرا جدا فدخلنا القبر تعتبر نقطة انطلاق نحو حياة جديدة ملء
ايها الرجاء، وهي مفتاح لباب الخلاص الذي انفتح في تاريخ البشريه منذ 2000 عام واكثر، لتدخله وتقوم هي ايضا مع المسيح. ويسوع يفتتح سر القيامه حيث اعطاه الله سلطانا على الحياه والموت، ويظهر قدرته هذه بإعادة الحياة إلى ابن أرملة نانين وابنة يائير ولعازر صديقه الذي كان يحبه. وقيامة هؤلاء هي إعلان، مسبق لقيامته، وكما يقول الكتاب: إن ابن البشر يموت ويقوم في اليوم الثالث. وأيضا علامة يونان وبقاءه في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هي أيضا إشارة إلى أن ابن الإنسان سيبقى في الموت أو في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. وأيضا قول ليسوع آخر: انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام. وبما أن هذه التنبؤات عن قيامة يسوع لم تكن واضحة لدى التلاميذ ولم يفهموها، فإن موته ودفنه جعلهم ييأسون. وما رجوع تلميذي عمّاوس من أورشليم وهما يتحدثان عن خيبة أملهما بيسوع الذي يفدي إسرائيل خير شاهد على يأس التلاميذ. والقبر الفارغ لم يكفي لإقناعهم بقيامته، إلا أن الظهورات أزالت كل الشكوك وأكدت للتلاميذ أن هذا الذي يظهر يرونه يلمسونه هو يسوع الناصر حقيقة، ويصبحون هم الشهود له ويكرزون بقيامة المسيح، وتصبح هي موضوع الإيمان المسيحي الأساسي. وهذا ما يساند انتظارنا القيامة في اليوم الأخير. فيسوع هو القيامة والحياة. إيماننا بهذا يجعلنا أن نحيا ولا نموت، ونشترك في سر الحياة الجديدة، والوصول إلى هذه الحياة عن طريق أسرار الكنيسة. كل مسيحي مؤمن هو العازر، وصوت يسوع سينتزعه من الموت ويخرجه خارج القبر ويعود إلى الحياة الجديدة، حياة كلها أمل ورجاء وفرح. جاءت النسوة كما سمعنا في الإنجيل إلى القبر، فلم يروا يسوع في القبر. فإذا ليس هو في عالم الأموات، بل في عالم الحياة والقيامة. فيسوع هو في الجماعة، هو في الكنيسة، يسوع حاضر في الكلمة. فدورنا هو دور النسوة في كل قداس أو احتفال نشارك فيه، أن نحمل بشرى القيامة إلى الناس، ونحمل لهم رسالة المسيح الخلاصية. القيامة هي حقيقة إيمانية ثابتة. قيامة المسيح انقلاب كبير وثورة عظيمة على الخطيئة، لا يراها إلا أهل الإيمان. يرون القائم من الموت حاضرا في داخلهم، حاضرا في أخلاقهم، حاضرا في أعمالهم، ومنتظرين مجيئه الثاني. والمسيحي عليه أن يعتبر موته مرحلة من آلام المسيح تك
الاضطهاد والمعاناة والظلم والإهانات التي يتعرض لها، وكما يحصل وحصل لنا في هذا الزمن، وخاصة إن كانت من أجل المسيح، لأنه إن كانت حياة المسيح معه خيرا ونعما فإن موتنا حبا له هو خير وأعظم، وهو الباب المفتوح على السماء. فإذا قيامتنا أيضا هي حقيقة إيمانية ثابتة نقر بها عندما نعلن عن إيماننا في قانون الإيمان ونترجى قيامة الموت. يا له من رجاء عظيم ومفرح، ولو لم يكن لكنا أتعس الناس وأشقاهم على ما يقوله بولس الرسول. وسنقوم ممجدين لأن يسوع قام ممجدا، وقيامته هي سبب قيامتنا لأنه هو الرأس، فإن قام الرأس فحتما باقي الجسد يقوم معه. هذا يجب أن يزيدنا فرحا وحبا بيسوع والعمل بتعاليمه. فالذين يسيرون في الطريق المستقيم والسليم الذي رسمه لنا يسوع يقومون معه، وكل نفس تعطى بحسب درجة اتحادها بالمسيح، يعني بالرأس، ودرجة اعترافها بالحاجة للعون الإلهي وقبول عطية الله المجانية، وأن يصبح المسيح مركز حياتها. وإذا ما أصبح هو المركز، هنا تبدأ الحرب بين الظلمة والنور لتزيل آثار الخطيئة من القلوب. فإذا ما انتصرنا على الخطيئة والشر، يعني إذا انتصرنا على الشهوة، الطمع، الغضب، الكبرياء، الخيانة، الحسد، الافتراء، النميمة، الكذب، السرقة، الزنا، التحايل وغيرها من الرذائل والخطايا، إذا انتصرنا على هذه فيعني أننا نسير نحو المسيح، نكون قد قمنا مع المسيح فعلا وبدأنا حياة جديدة مقدسة، حياة مسيحية حقيقية. والقيامة تملأ قلوبنا بالتفاؤل والرجاء، وأن ننظر إلى أمام دائما، أن نتابع العمل والخدمة بمحبة، أن ننطلق في الرسالة مهما كانت الضغوطات لكي يشع فرح القيامة على وجوهنا دائما، ونبتسم للحياة أبدا. آمين. يسعدني أن أزف للعالم المسيحي كله ولكل عوائل الخونة الملازمين دورهم وهم يتابعون قداس القيامة عبر الأفير، أزف لهم أجمل التهاني وأخلص التبريكات، متمنيا لهم دوام الصحة وأن ترفل حياتهم الروحية بالإيمان الوطيد وحياتهم الزمنية بالهناء والسعادة، كما أتضرع إلى القائم من بين الأموات للعالم كله ولبلدنا العزيز السلامة من الوباء الجديد الذي ضرب العالم. وكل عام وأنتم بخير. وغدا قداس اليوم الثاني راح يكون في الساعة 8:30، في الساعة 8:30، ونعمة الرب تشملكم جميعا. آمين. من المقابل وصرخوا بشكر محفوظين Oh,
Yeah.
Yeah.
وانتم فرحون ومسرورون وصلوا لاجله مريضا قائما.